خبز الحرية ضمن حملة تجمع إدلب، تجمع الطلبة السوريين في الجامعات الأردنية، يوم الخميس 14/3/2013. قمنا بشراء 12 طن من الدقيق وتم نقلها إلى المطاحن، ثم نقلناها طحين من المستودع، والآن نأخذها تباعا إلى الفرن من أجل الخبز. نشكر تجمع الطلبة السوريين في الجامعات الأردنية لاهتمامهم بأهلهم وذويهم في الداخل. نقل الطحين إلى الفرن في يوم الخميس 14/3/2013. خبز الحرية حملة إدلب، تجمع الطلاب السوريين في جامعة الأردن، عملية تنزيل الطحين في الفرن من أجل حفظه وتوزيعه على الفقراء في محافظة إدلب. عمل الأفران في الخبز الذي تم جمعه ضمن حملة إدلب خبز الحرية من تجمع طلبة السوريين في الأردن. الجمعة 15/3/2013 من تقديم تجمع الطلبة السوريين في الجامعات الأردنية. عملية توزيع خبز الحرية الذي قامت بها حملة إدلب تجمع الطلاب السوريين في الأردن. نشكر تجمع الطلبة السوريين في الجامعات الأردنية لاهتمامهم بأهلهم وذويهم في الداخل.